سلام غزالات ديالي ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده باذن الله. اليوم لقيتوا نهار جديد وغادي يجيو عندنا فامي ديالنا بويسك اليوم جور فيغي فغادي يجيو عندنا للدار غير هكا نكونوا اونصومبل. وقالت لاله نسيمه بغات تحضر شي شهيوات. المهم بغيت ندير شي حاجه هكا نعاون ماما فيها وشنو طاح على بالي بغيت ندير تيراميسو. صافي جيت راني غادي نخلي لكم فيديو دابا فين جيت دابا الكارفور بغيت ندير تيراميسو حيتاش جاي نغدى الضياف و جايه لكم نقول واش نلقاه ولا ما نلقاش. مي فاينلي لقيتهم. ها هو كاين الباكيت الكبيره كاين الباكيت الصغيره كاين الباكيت المتوسطه على حسب لا مارك بيان سور. وتوحشت يرميس. المهم خديت منه حتى هو وخديت حتى الماسكاربون لقيته ولا كريم فريش حتى هي لقيتها. ودابا غادي نكمل التور ديالي باش نشوف الا كنت الا باقا ناقصاني شي حاجه حيت ماما ديما تقول لي تيراميسو نوجدو ولكن اجي انت وجدي لي بيديك بعدا. صافي المهم لقيتوني انا هنايا دابا راني كنتقدى شويه وابخي غادي نرجع للدار باش نوجدو تيراميسو. دغيا هكا تقطيت وخديت الحمد لله لقيت البسكوت ديال التيراميسو وكذلك لقيت الماسكاربون اللي كنحتاجها. المهم خديت هذه اللي كبيره باش تساعدني وخديت جوج ديال لا كريم فريش. المهم دابل كريم خديت جوج. شنو غادي نحتاج اخر؟ غادي نحتاج الكافي. المهم الا كانت عندكم حركت عيني نمسح قبل ما تجي ماما. وغادي نحتاج كذلك واحد زلافه بحال هكا واحد زلافه ديال القهوه. هنا عاد غادي نعمر فيها القهوه. بغيت نتوما ديروا قهوه حبوب يعني اي قهوه سريعه الذوبا بلا ما تسمي ممكن. سينو انا طيبت القهوه مقطره معصره كتحمق عشوة منها في الكاسرو. صافي لقيتوني غادي ندير هاد جوج ديال القشطه الطريه كل واحد كنظن فيهم 200 غرام وهذه فيها 200 غرام فيها 25% من المواد الدسمه. صافي غادي نستعمل هذا البول هذا شتو ما عندكي شي هيوك غير باش تنوض تدخلي الكوزينه. صافي غادي نكب هذه. المهم لا كريم حتى الا جاتني كثيره غادي نستعملها في حاجه اخرى. نزيدو الثانيه حتى هي. دابا غادي نجيب الباتور وغادي نحاول انني نضربها مزيان حتى تقرب تعقد. ماشي تعقد مي تقرب تعقد حيت شي الا عقدات مزيان غادي نزيد فيها الماسكاربون ما غاديش يتخلطوا مزيان. دونك هذه ملي نحس بها قربت تعقد غادي نزيد فيها الماسكاربون وغادي نعاود نخلط. صافي دابا غادي نجيب الباتور غادي نديرو في الضو. الله يربي. صافي دابا غادي نبدا كنضرب في الخليط على ما يعقد ليا وديك الساعه نرجع معكم. صافي دابا غادي نزيد الماسكاربون. المهم هذه فيها 500 غرام بيان سور ما غاديش نزيدها كامله عيني ميزاني. المهم غادي ندير دابا حاليا النص ديالها هو اللي غادي نزيدو. المهم كما قلت لكم لا كريم فريش في الاول ما عقدتهاش بزاف يعني باقا ما شداش راسها 100%. صافي دابا غادي نضيف هذا الشيء النص ديال هاد الطاسه كيف ما شفتوا. المهم بحال تقولوا درت 250 غرام. صافي ودابا غادي نكمل الخلطه ديالها. ما غادي نزيد لا سكر لا عسل لا نكهه لا حتى شي حاجه فقط النكهه ديال القهوه كافيه. دابا غادي نكمل الخلط ونرجع معكم. غادي نزيد حتى ديك ال 250 غرام اللي بقات ليا حيتاش غادي ندير الكريمه نحتاجها في حوايج اخرين فقلت نخلط كلشي. علاش غادي نبقى كنلعب نخلط دابا ومن بعد ملي غندير داك الحاجه الاخرى نعاود نخلط. فغادي نقول لكم درت هنايا جوج ديال القشطه الطريه
اللي فيها 200 غرام 200 غرام و 500 غرام ديال الماسكاربون. غادي نضيف هادشي اللي بقى بحال هكا ونكمل تخلط ونرجع معكم. صافي كيف ما كتشوفوا هنا لا كريم راها وجدت ليا. غادي ندوز دابا باش ناخذ هاد البسكوي ديال تيراميسو. غادي نديرو في القهوه. المهم ديجا راني مشاركه معكم بطريقه مفصله بالتدقيق في واحد لا فيديو. اللي باقي ما شافوش غادي نخلي لكم في البواط ديال ديسكريبسيون حتى تدخلوا تشوفوه. وغادي نبقى دابا ما غاديش نوريكم اون ديتاي، ولكن غادي نشرح لكم. غادي تشدوا كل با بحال دابا مثلا هادي بحال هكا، غادي تفتحوها وغادي تاخذوا حبه من هادو. صافي جبت هاد المول بحال هكا او اي مول عندكم، ممكن يكون كبير ممكن يكون صغير على حسب الشكل او على حسب الكميه ديال الاشخاص اللي غادي يكونوا عندكم. ودابا غادي نبدا غادي نبدا نشكل هنايا على الطريقه المعتاده. كما كتشوفوا غادي نبدا ناخذ بحال هكا البسكوت وغادي نحطو. كما كتلاحظوا درت الطبقه الاولى فقط، كنغطسها شويه هنايا في كنغطسها ديريكتومون، كنحطها هنايا ما كنتسنى حتى شي شويه باش ما كي باش ما كتبقاش تفرس لينا. صافي دابا غادي ندير لا كريم من الفوق. درت الطبقه الثانيه ديال البسكوي ودابا غادي نحط لا كريم من الفوق. الطبق الثاني من بعد ما ساليت هذاك الاولى. صافي جيت درتها في هذا كيكون قصير. وبالنسبه الى جاوكم هكا الجنيبات ما جاوكمش هكا مربعين ولا مقادين، عادي كتقطعوا هذاك الشيء اللي كتقطعوا شي حته وكتقدوا بها الجنب. بحال دابا هنايا جاتني هي هذيك، ولكن هذا الجنب انا اللي قديته. نشارك معكم العشاء ديالنا، طيبنا في الحال ما شاء الله جربان. الله 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 على روايح. المهم كنت مفانيني كيفاش شويه راه تقريبا وجب. مرحبا بكم. خليك لي غالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي غالي ونطير معك في ليالي،
فاميلي هنا غادي نكون ساليت معكم النهار ديالي. نتمنى ان هذه الطبيله تكون نالت الاعجاب ديالكم وكذلك التيراميسو يكون عجبكم. الطريقه ديال كيفاش وجدتو سهلتها لكم بزاف وغادي نخلي لكم في لابواط دانفو الطريقه اللي كنت استخدمتها وريتكم يعني لي ديتاي بلي ديتاي ان شاء الله يا ربي. كانت ان شاء الله لاول مره كتشوف القناه ما تنساوش تمشيو تشتركوا وتضغطوا على الزر ديال الجرس باش اي جديد حتى يوصلكم. كذلك خليوا لي دي لايك ودي كومونتير بالاراء الزوينين ديالكم. دابا غادي نقول لكم تهلاو فراسكم كنبغيكم بزاف.